أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من العالم عالمين، من مدينة السحر والجمال مدينة الفن، طبعا من مدينة العالمين الجديدة وتغطيتنا لفعاليات النسخة الثانية المهرجان العالمين الجديدة. والنهاردة طبعا الجمعة، يعني بنتكلم في زخم كبير من الفعاليات الكتيرة سواء الفنية أو كمان الرياضية هنتكلم فيها معاكم النهاردة في العالم عالمين. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وزي ما قلت لحضراتكم النهاردة يوم الجمعة بيبقى يوم كل أغلب الفعاليات وأقوى الفعاليات بتكون موجودة فيه، ولكن اسمحوا لي في البداية أبدأ مع الفعاليات اللي بدأت بالفعل بالأمس. وشفنا افتتاح مهرجان نبتة وقد إيه كان افتتاح مبهر وعدد وحضور غير متوقع في الحقيقة من كل الأعمار. يعني مهرجان نبتة هو مهرجان السنة دي تم طبعا الإعلان عنه من مهرجان منبثق من مهرجان العالمين ومخصص للطفل، طبعا للي ما كانش يعرف مهرجان نبتة، ولكن هو مهرجان مخصص للطفل في مهرجان العالمين في نسخته الثانية. شفنا الافتتاح بالأمس بعروض مبهرة، شفنا طبعا شكر العدد من الفنانين وتكريم العدد من الفنانين الكبار اللي أثروا الحياة الخاصة بالطفل واهتموا بفن الطفل واهتموا بعالم الطفل على مدار يعني فننا والفن المصري في السنوات السابقة. شفنا تكريم لروح الراحل سمير غانم، شفنا شكر موجه لماما نجوى إبراهيم، يعني شفنا عدد كبير جدا من التكريمات الخاصة بكل من قدم فن للطفل وساهم في الاهتمام بالطفل في مصر. وطبعا الفعاليات مهرجان نبتة هتستمر على مدار 4 أيام، ولكن ده بس الجزء الخاص بمهرجان العالمين في نسخته الثانية. بنتكلم ان هو من يوم الأحد يوم الأربع إلى أو الخميس إلى يوم الأحد، وكمان مكمل معانا لإعلان الجوائز في نوفمبر المقبل إن شاء الله. طبعا ده مهرجان مستمر معانا في ورش عمل كتيرة جدا جدا هتكون معانا. رئيس المهرجان الفنان أحمد أمين أعلن عن مفاجآت كتيرة جدا جدا هتكون موجودة خلال هذا المهرجان، ومشاركات كبيرة من عدد كبير من الفنانين اللي اهتموا بعالم الطفل ومقربين جدا جدا للأطفال ودخلوا البيوت وتعاملوا بكل كل ما هو يتعلق بالطفل وارتبط بيهم الأطفال بشكل كبير، وده هنشوفه في ورش عمل كتيرة جدا جدا هتساهم في تنمية قدرات ومهارات الطفل. لأن في الحقيقة مهرجان نبتة هيتحول لمنصة مهمة جدا جدا لكل الأطفال إنها تعلن عن موهبتها وعن كل اللي عنده موهبة من الأطفال بيقدر يجي يعرضها في مهرجان نبتة اللي طبعا هنتابعه مع حضراتكم يوم بيوم، وكل فعالياته هنغطيها مع حضراتكم يوم بيوم. هنروح تاني لحدث أو فعالية تانية مهمة جدا ولاقت فعاليات وتفاعل كبير جدا من الجمهور، وهي مسرحية التلفزيون للفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم. وفي الحقيقة برضو كانت يعني محط اهتمام للأسرة بكامل فئتها، كل الأسرة كانت موجودة بالأمس، وطبعا اللي متابع الفيديوهات الخاصة بالعروض أو حتى اللي بتعرض على شاشات المتحدة هيعرف الإقبال وحجم الإقبال وآراء المشاركين في هذه المسرحية أو حتى الجمهور اللي جاي يحضر هذه المسرحيات زي ما شفنا مسرحيات سابقة قبل كده قد إيه هو منبهر. أولا عودة المسرح بقوة هنا في مدينة العالمين الجديدة وفي مصر، وإن هو يقدم فن مناسب لكل أفراد الأسرة، ده طبعا شيء يعني تشكر عليه الشركة المتحدة إن هي كانت حريصة في انتقاء نوعية الأعمال اللي بتقدم للجمهور هنا في مدينة العالمين الجديدة، وإحياء فكرة المسرح مرة تانية اللي يمكن غابت عننا لفترات طويلة. وشفنا ده في مسرحية السندباد وعودة النجم الكبير كريم عبد العزيز مرة تانية من خلال المسرح. طبعا شفنا الإقبال الكبير بالأمس ومتوقع أن هي يعني تحظى بمزيد من الإقبال، هي لسه شغالة معانا يعني خميس وجمعة وسبت هيكون في العرض مستمر معانا.
نيجي للحفل الكبير اللي هيكون معانا النهارده، وزي ما سميته هو الحفل الكومبو اللي فيه ثلاث فنانين كبار وفرق موسيقيه، يعني عرض شامل لكل انواع الفن اللي يعني اللي محبب اكتر لفئه الشباب. معانا النهارده مسار اجباري، فرقه مسار اجباري، معانا سعاد ماسي، معانا طبعا النجم الكبير حمزه نمره، كل دول هيكونوا معانا النهارده في مسرح اليو ارينا. ومتوقع انها طبعا حفله كبيره جدا، واحنا يمكن واحنا جايين شايفين الاستعدادات لاستقبال عدد كبير من الجماهير في مسرح اليو ارينا، فبالتالي متوقع انها تكون زي المعتاد طبعا حفل ضخم جدا لكل السوبر ستارز اللي هيكونوا موجودين النهارده. وطبعا احنا دايما بنبقى منتظرين ان فئه الشباب بتكون هي اللي يعني بتطغى في هذه النوعيه من الحفلات، اللي متوقع طبعا هتكون حفلات كبيره جدا. على بعد دقايق هيكون في انطلاق للمهرجان الثاني اللي اتكلمنا عنه هذا العام، منبثق طبعا عن مهرجان العالمين وهو بايتس باي ذا سي، واللي طبعا بيتكلم عن الطعام والتذوق والخاص طبعا بكل الاكلات اللي بتقدم على ساحل البحر المتوسط او الدول المطله على ساحل البحر المتوسط. ويعني في عدد كبير جدا جدا من الشيفات الموجودين، بنتكلم على سي بي سي سفره طبعا هتكون موجوده بقوه، والشيفات اشهر شيفات سفره هتكون موجودين هنا في على البحر بيقدموا وصفات واكلات. هيكون في مسابقات، في حضور كبير للنجوم موجودين النهارده، وبينتظر عشاق الطعام والطهي فعاليات لاكبر مهرجان للاكل والطبخ في مصر، وهو طبعا مهرجان بايتس باي ذا سي، وده طبعا ضمن فعاليات المهرجان هذا العام واللي هينطلق النهارده، وهيضم بالحقيقه كثير من الفعاليات والمسابقات، وده بيكون بالتعاون ما بين قناة سفرة وكايرو بايتس، وهيقدم هدايا ومفاجآت كبيرة جدا جدا للجمهور. وطبعا هيتم عرض أطباق مميزة ومشهورة لعدد من دول مطلة على حوض البحر المتوسط، بنتكلم في لبنان، إسبانيا، المغرب، تركيا، اليونان، وإيطاليا، وطبعا كل الدول المطلة على البحر المتوسط، والمطابخ طبعا الشهيرة لكل دولة، طبعا بالإضافة لتقديم أكلات مصرية. طبعا مش هننسى ان يكون في اكلات مصريه شهيره على ايدي اكبر الشيفات الموجودين في قناه سي بي سي سفره، ومنهم الشيف الشربيني ونجلاء الشربشابي وغاده جميل ونوره السداد وغاده التالي ونرمين هنو وتوتا مراد وساندرا مكاري وعمر اسماعيل ومروه مهنا واميره شنب، دول طبعا من اشهر واكبر الطهاه والشيفات الموجودين عندنا في مصر. فبالتالي متوقع جدا طبعا هيكون المهرجان قوي جدا والمنافسه قوية جدا جدا، وبيتضمن فعاليات اليوم مشاركة طبعا من عدد من النجوم. ويمكن احنا تعودنا في كل فعاليات مهرجان العالمين ان احنا بنجد نجوم خارج، يعني مش جايين يشتغلوا، لا جايين يشاركوا ويستمتعوا، بنلاقيهم موجودين وسط الجمهور طبعا بيشاركوهم فرحتهم والبهجة اللي موجودة في المكان. طبعا مهرجان العالمين بيأتي بشكل عام في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق المبادرات الوطنية، ومنها بالطبع مهرجان العالمين الجديدة، واللي بيهدف لتسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي، وعلى رأسها طبعا مدينة العالمين الجديدة. وطبعا كلنا عارفين ان الهدف الرئيسي هو الترويج للسياحة في المدينة ولما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم ايام السنة، والاهم من كده الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي. كمان خلونا نعرف ان مهرجان العالمين في هذه النسخة يعني ضم عدد من المبادرات اللي كلنا تابعناها، وشفنا قد ايه الدولة استغلت وجودها في مدينة العالمين، وان كل انظار مصر وانظار العالم متجهة لمدينة العالمين الجديدة، فاستغلت ده بان هي تدي فرصة لكل بناتها وشبابها ان هم ييجوا هنا ويعلنوا عن نفسهم وعن مبادراتهم وعن اعمالهم وعن حرفهم اليدوية. حتى الفرق الشعبية والفرق التراثية لقيت لها مكان هنا في مدينة العالمين الجديدة ان هم ييجوا يعلنوا عن نفسهم وعن تراثهم، وده شفناه من كل محافظات الجمهورية كانت موجودة. والحدث يمكن
الأبرز والأهم اللي شفناه وتابعناه على مدار اليومين اللي فاتوا واللي انتهى بالأمس كان رالي السيارات الكهربائية، وده كان حدث يعني كبير جدا جدا بحضور السيد رئيس الوزراء، واللي ادى دفعة معنوية كبيرة جدا جدا لهذا السباق الهام جدا اللي بيضم يعني 28 جامعة مصرية. وطبعا جامعة حلوان هي اللي فازت بالمركز الأول، طبعا بنوجه لها التهنئة على الفوز في هذا السباق باختراع سيارة كهربائية. ويمكن دايما الدولة بتشجع كل شبابها وكل مهندسينها ان هم الابتكار والاختراع، وبتتبنى هذه الأفكار وهذه الاختراعات وده والبحث العلمي بشكل عام. فبالتالي وجدت ان مهرجان العالمين ومدينة العالمين بكل إمكانياتها ازاي أسخرها لمساعدة الشباب ده ان هو يجي يعني يعلن عن ابتكاراته ويشهر بيها. وبالتالي كان في بالفعل عدد كبير جدا من الشباب، كان فرحة كبيرة ان هم شايفين حلمهم بيتحقق قدامهم، الناس بتسمع عنهم، الناس بتشوفهم واختراعاتهم خرجت للنور. دي فرحة تانية خالص كلنا طبعا تابعناها من خلال التقارير وتغطيتنا لحظة بلحظة لهذه الفعاليات، وانا بشوفها انها من ابرز الفعاليات الموجودة هذا العام في او استغلال لمهرجان العالمين هذا العام. كمان معانا الموتور ويك. الموتور ويك ده من الحاجات الفعاليات المهمة جدا اللي هنشوف فيها تواجد كبير من الشباب اللي بيحب سباقات السرعة وبيحب يشارك سواء بالسيارات او الموتورسيكل او عدد من يعني وسائل السرعة. يعني هم رافعين شعار دوس بنزين وعلي الادرينالين، ده طبعا ده شعار السباق هذا العام بتاعهم، لان طبعا هو بيعتمد على السرعة بشكل كبير. وفي أماكن هنا مخصصة في مدينة العالمين الجديدة عشان الناس تقدر تمارس هذا النوع من السباقات، وكمان أنها للجمهور لو حابب يتفرج. وفي الحقيقة النوعية دي من السباقات بتبقى ليها جمهور واسع جدا جدا من الشباب. كمان في يعني من الجانب الرياضي او المهرجان الرياضي على هامش المهرجان الرياضي دوري ابطال الساحل، ولكن للنساء. النساء طبعا مش منسيين خالص في مهرجان العالمين في دوري ابطال الساحل، وشفنا مباريات على مدار اليومين السابقين، وشفنا الست المصريه واللاعبه المصريه يعني لا تقل خالص في المهارات وفي التفاعل عن المحترف الراجل أو لاعب الكرة الرجالي. فبالتالي كان هناك منافسة قوية وحقيقية على أرض الواقع، وكمان هيكون فيه في النهاية يعني جايزة للمركز الأول، ودي طبعا من السباقات أيضا اللي لاقت قبول وتفاعل كبير جدا من زوار مدينة العالمين الجديدة. أنا حابة يعني أقول لحضراتكم كده، يعني بحاول أفتكر كل الفعاليات لأن في الحقيقة الفعاليات على مدار الأسبوع مستمرة وكتيرة، وكمان مسابقة البادل من المسابقات اللي مستمرة معانا. وزي ما كنا بنتكلم بالأمس جدا إن في اللعبة انتشرت بشكل كبير جدا في مصر، ولكن زي ما سمعنا آراء من اللي بيلعبوها إنها تفرق كتير جدا جدا انك تيجي تلعبها على البحر في الشاطئ في الجو الجميل في الفيو الجميل، انت بتلعب يعني خدت اللعبه في حته تانية خالص، ودي بشهاده اللي كانوا مشاركين في اللعبه بالامس، وطبعا عملنا لقاءات معاهم. يعني فعاليات كتيره جدا لسه مستمرين هنتابعها مع حضراتكم، ولكن انا حابه حضراتكم تروحوا تشوفوا بنفسكم افتتاح مهرجان نبته بالامس وتفاعل الجمهور وجمال الصوره وجمال الكرتون وجمال اللي اتعرض وقد ايه في اهتمام حقيقي بالطفل، وفي نيه وفي استراتيجيه موجوده لبناء الطفل والاهتمام بالطفل في الفتره القادمه من قبل الشركه المتحده. هنروح مع الزميله ندى سرور نشوف هذا التقرير ونرجع مع حضراتكم نكمل تغطيتنا لفعاليات مهرجان العالمين. اختيار شخصية كيكو لتكون تميمة مهرجان نبتة للطفل لم يكن اختيارا عبثيا، فكيكو أبو قردان ذاك الطائر صديق الفلاح والمرتبط بالحضارة المصرية، طائر مسؤول عن تنقية التربة لتصبح النبتة صالحة وسليمة.
مهرجان حلو قوي، والصراحه الفنان احمد امين عامل شغل حلو قوي وبذل مجهود دوت، وحاجه كده بتنمي مهارات الاطفال، ويعني حاجه بتنميهم يعني. واحد مبسوط جدا ان يبقى في حاجه كده موجوده الصراحه في المهرجان العالمين. لا مكان لذيذ قوي والناس تحفه، وتعرفنا على ناس جديده اول مره نتعامل معاهم، ومبسوطه قوي ان انا شفت الاستاذ احمد امين، كانت حاجه تحفه، انا بحبه قوي، وعاوز اقول له كيب جوينج في الحاجات اللي هو بيعملها، والمكان خطير بجد وحلو قوي. سمعنا ان نبتة دول موجود في مهرجان العالمين، فجينا سمعنا ان في هنا العاب كتيره حلوه للاطفال، فجينا نجرب فلقينا حلوه جدا. سمعنا عن مهرجان نبتة وان هو بيكتشف المواهب وفي عروض للاطفال، فكنا حريصين جدا ان احنا لازم نيجي ونشوف ايه اللي بيتقدم، وبالتوفيق يا رب باذن الله. شفت كل الممثلين اللي انا كنت عايزه اشوفهم، وكنت عايزه اتكلم معاهم بس ما عرفتش. اتعرفت على اصحاب جديده في كذا مكان، وهنا كمان اتعرفت على اصحاب جديده كتير. كنت مبسوطه جدا عشان شفت كل الممثلين اللي كان نفسي اشوفهم من زمان، وطبعا مهرجان نبتة حلو جدا جدا، وفي اكتيفيتيز كتير جدا للاطفال. احنا الحاجات اللي شفناها النهارده بصراحه هي رجعت لنا ذكريات فؤاد المهندس، ونشكر قوي الاستاذ احمد امين ان هو رجع لنا ذكرياتنا احنا اللي احنا افتكرناها، وخلى اولادنا يستمتعوا بالحاجات المشتركه اللي بيننا وبين بعض. فعلا مهرجان نبتة يعني النهارده احنا انبسطنا اكتر من اطفالنا بصراحه. انا جيت النهارده مع الاولاد واتبسطنا جدا جدا جدا، وفخوره ده ان ده في بلدنا حاجه جديده ومختلفه. دايما كانت في مشكله ان انا مبقاش في مكان اخد فيه الولاد ونتفسح او نشوف حاجه مختلفه. النهارده يوم جميل جدا جدا ومبسوطه جدا. العرض جميل طبعا، وهي فكره حلوه وهادفه، وبنحاول ان احنا ننمي النشء الجديد وان احنا نربطه بمصر، وكان فكره حلوه قوي ان احنا نحاول نخلي الناس كلها تتكلم عربي، ما بيتكلموش انجليزي، فممثلين موجودين الاطفال بيحبوهم، فدي نقطه جذب مهمه جدا. اول مره شرفني وجودي في مدينه العالمين هنا، وبصراحه المهرجان النهارده ممتاز جدا، واتبسطت والاولاد انبسطوا، يعني بصراحه يعني شيء ممتاز. الاول انا كنت جاي احتفل بملك عشان هي دخلت فريق جمباز، ولكن الاحتفال بقى فعلا بجد حلو للاطفال. يعني انا شفت النهارده كاركترز كتيره على الستيج، شفت اغاني حلوه على الستيج، الاطفال كانوا بيتفاعلوا معاها بشكل حلو قوي. يعني يا ريت الموضوع ده يبقى بشكل مكرر وبشكل سكادجولد، بحيث نبقى عارفين من بدري كمان عشان نيجي عليه. وكنت مبسوطه قوي، وكنت بشارك مع الولاد اللي في سني، وكنت بعزف على البيانو، وبصراحة الحفلة كانت جميلة جدا. الفنان أحمد أمين، واتبسطت هنا بالألعاب والحاجات اللي أنا أول مرة أشوفها هنا أصلا. كنت تظن بأن مهرجان العالمين الجديدة قد اكتفى بالمفاجآت، فإن مهرجان نبتة للطفل جاء ليثبت أن للمفاجآت بقية. أميرة عمر، إكسترا نيوز. طبعا بشكر الزميلة أميرة عمر على هذا التقرير، ويمكن التقرير ده احنا ممكن يعني نتكلم فيه ساعات. ليه؟ لأن آراء الناس أو الأطفال تحديدا اللي جات فيه رسائل مهمة جدا جدا، لما الأطفال يتكلموا عن ان هم قدروا يشوفوا الشخصيات اللي بيحبوها، فده معناه ان تم انتقاء كل فنان وكل شخصية بعناية، ان هو بيقدر يخاطب الطفل، ان هو محبب لدى الأطفال، ما تمش الاختيار بشكل عشوائي، يعني تم بشكل مدروس. لما يقولوا ان احنا كنا جايين كمهرجان عادي، ولكن انا ارتبطت اكتر بالمهرجان ولقيت الموضوع حبيته اكتر، ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان ادارة المهرجان كانت حريصة ان هي تجذب الطفل في البداية، لان مش الاطفال الجيل ده تحديدا مش بالسهولة ان انت تقدر تجذبه ويسيب الموبايل والشاشات، وان هو يقدر يجي يتفاعل مع احداث او فعاليات، فبالتالي ان هو يقدر في خلال مهرجان العالمين يخلي الطفل يجي ويبدأ يرتبط بالمهرجان ويبقى حابب انه يكمل معاه، فدي طبعا دي الرسالة، ودي المهمة اللي احنا او مهرجان العالمين كان الهدف بيها، ان هو يجذب الطفل ويخليه معاها. وكمان ان الاهالي قالت
حاجة مهمة جدا ان احنا لقينا ارضية مشتركة بيننا وبين ابنائنا، ان هم استمتعوا واعادوا الذكريات وربطوا كمان بينهم وبين الجيل. يعني كل حاجة، كل فريم محطوط، كل خطوة محطوطة، كل ورشة عمل محطوطة مدروسة، ان كل اللي موجود يستفيد، وان احنا نربط الجيل القديم بالجيل الجديد بالاجيال القادمة. وده يمكن ده اللي يدل ان في دراسة حقيقية وفي توجه حقيقي وفي ارادة حقيقية ان احنا نتبنى الاطفال وان احنا نرجعهم تاني ليتعرفوا على فننا وعلى يعني نقدر بيهم نحميهم من اي مؤامرات خارجية، نحميهم من اي يعني اي شيء جاينا من بره ممكن يضرنا ويضيع الاجيال اللي جاية. خلوني نتكلم ونتناقش اكتر عبر الهاتف، فهيكون معانا الاستاذ محمد كارم يعني الخبير السياحي معانا عبر الهاتف. اهلا بك معانا يا فندم. اهلا وسهلا بكم. اهلا بيك. يعني طبعا مدينة العالمين الجديدة قدرت في خلال فترة صغيرة جدا جدا انها تعلن عن نفسها، وطبعا ذكاء مصر في استخدام قوتها الناعمة انها يعني تقيم مهرجان زي مهرجان العالمين ساعد كتير جدا جدا للإعلان عن مدينة العالمين الجديدة. حضراتكم في قطاع السياحة كيف استغلتوا هذا المجهود اللي عاملاه الدولة للإعلان عن مدينة العالمين الجديدة عشان تروجوا للمدينة كوجهة سياحية ايضا استثماريه في الفتره القادمه؟ طبعا مهرجان العالمين والفعاليات اللي بتقام فيه سلط الضوء لمصر كوجهه سياحيه، وطبعا المهرجان بيقام في مدينه العالمين ده يعتبر من المشروعات العمرانيه الحديثه الذكيه اللي بتقام على ارض مصر، وتحويل منطقة جاذبة للسياحة طوال العام وليس فقط في فصل الصيف. وطبعا احنا بنشكر القيادات السياسية وبنشكر الشركة المتحدة على الاهتمام الكبير اللي قامت بيه لجذب أكبر عدد من السياحة لمصر والترويج لمدينة العالمين الجديدة. وطبعا خلال الفترة اللي فاتت تم وضع مدينة العالمين على خريطة السياحة العالمية، والوعي بأهمية مدينة العالمين كمركز سياحي متكامل وجذب الاستثمارات السياحية خلال الفترة اللي فاتت لمدينة العالمين من خلال مهرجان العالم عالمين، ده ساعد بشكل كبير جدا ان المستثمر الاجنبي والمحلي ان يجي يشوف المنطقة ويكون في استثمار كبير جدا في القطاع السياحي في مدينة العالمين. صحيح، ولكن احنا دايما بنعول بشكل كبير على غرفة السياحة والشركات السياحية للترويج لكل المناطق السياحية اللي موجودة في مصر. يعني بتستغلوا ده ازاي ان انتوا تقولوا يعني كل شركة سياحية تقول لا في وجهة سياحية جديدة؟ لو كنت دايما يعني بنروج لعدد من الاماكن المعتادة في مصر كسياحة، ازاي قدرتوا تستغلوا بقى مدينة العالمين للترويج كوجهة جديدة تماما السياحة؟ يعني بنتكلم بقى السياحة الأوروبية أو السياحة بشكل عام. طبعا تم وضع مدينة العالمين كسياحة شاطئية على الأجندة السياحة لمصر، وتسليط الضوء على مكانة مصر كواجهة مميزة للسياحة الشاطئية من خلال مدينة العالمين ومن خلال الشواطئ اللي مش موجود مكان في العالم إلا في مدينة العالمين، شواطئ روعة. وطبعا ده ساهم بشكل كبير جدا على كمان على تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على اكتشاف مناطق جديدة داخل مصر وبالأخص مدينة العالمين. وطبعا ما ننساش ان مهرجان العالمين لعب دور حيوي في دعم وتطوير القطاع السياحي في مصر من خلال الرؤية اللي انا بقول رؤية مميزة وشاملة لمهرجان يقام على ارض مصر بهذا الجمال وبهذا التنظيم الجيد اللي خلى العالم كله يتكلم عن مدينة العالمين. صحيح، يعني واحنا بنتكلم ان النهارده في انطلاق لمهرجان التذوق الطعام بايتس باي ذا سي، يعني شايف واحنا طبعا هذا المهرجان المفترض انه هيكون فيه كل يعني ما يمثل كل دوله من دول البحر المتوسط عشان يجوا يقدموا اكلات. كيف يمكن استغلال هذه النوعيه من المهرجانات او ازاي بتسهم في ترويج لمدينه العالمين الجديده على الاقل لان حد ادنى ان احنا بنتكلم في عدد من الدول المطله على شرق البحر المتوسط؟ طب احنا بس لازم نقول بس ان مهرجان العالمين نفسه
اوكي ده متنوع. يعني ايه متنوع؟ يعني كل ما يجذب السائح الاجنبي او السائح المصري موجود في مدينه العالمين. احنا عندنا مهرجان العالمين، في حفلات موسيقيه، في معارض فنيه وثقافيه، في عروض ازياء، في انشطه رياضيه، في معارض للتكنولوجيا والابتكار، في مهرجان للطعام اللي حضرتك اشرتي عنه، في انشطه للاطفال والعائلات بتجمعهم زي ما حضرتك اشرتي في بدايه الحديث. فكل الانشطه دي بتعمل جذب كبير ومتنوع لجميع الزوار وتعزيز مكانه مصر السياحيه للدول المطله على البحر المتوسط والدول اللي بتشوف في مهرجان العالمين شكل مختلف مش موجود في اي مهرجان على مستوى العالم. صحيح. طيب بخبرة حضرتك السياحية، كل اللي حضرتك ذكرته من مقومات وامتيازات موجودة في مدينة العالمين، نوعية السياحة أو السائح اللي يعني اللي يجذبه قوي كل هذه الامتيازات في مكان واحد؟ طيب احنا عندنا لو احنا اتكلمنا على مدينة العالمين فهي بشكل كبير هي سياحة شاطئية، وده بيعمل جذب للسياحة الأوروبية بشكل كبير، بالإضافة لجميع المهتمين بالسياحة الشاطئية. لو اتكلمنا السياحة الثقافية، احنا عندنا أماكن موجودة حاليا في المدينة نعمي فلن؟ المدينة التراثية موجودة، يعني مدينة كاملة معمولة. أي فندم؟ بالإضافة طبعا ان احنا عندنا حاليا دلوقتي في مدينة العالمين كمان مدينة ذكية أو مدينة تكنولوجية بتساهم بشكل كبير جدا على إبراز صورة مصر وحضارتها خلال الفترة اللي جاية. وعندنا طبعا مدينة الثقافة والفنون. صحيح. اتفضل يا فندم. وده طبعا بشكل كبير جدا بيحصل منه تنوع وجذب اكبر عدد للسياحه. يعني النهارده مثلا الصبح السائح بيكون موجود على البحر للسياحه الشاطئيه، بعد الظهر للسياحه الخاصه بالمطاعم او اللي احنا بنسميها سياحه التذوق. عندنا بعد الظهر بيشوف كمان الاماكن الثقافيه وبيشوف الندوات وبيشوف الحفلات، فده كله بيساعد بالاضافه الى المولات اللي بقت موجوده في العالمين، فده كله بيساعد على تنشيط اكبر عدد من انماط واشكال السياحه داخل مدينه العالمين. صحيح. ويمكن حابة أضيف كمان على كلام حضرتك أن الدولة هنا أقامت عدد كبير من الأبنية وقاعات المؤتمرات اللي تصلح فيما بعد لاستضافة سياحة المهرجانات بشكل كبير، كمان سياحة اليخوت من السياحات الواعدة جدا هنا في مصر، نظرا طبعا لموقعها والإمكانات اللي موجودة وكل التسهيلات اللي مصر مقدماها لهذا النوع من السياحة. في الحقيقة من أنواع السياحات اللي بتضر عدد يعني أرقام محترمة من العملة الصعبة وليها ناسها بشكل كبير جدا، وبتخاطب طبعا المليارديرات حول العالم، ودي من السياحات الموجودة في دول كبيرة جدا، ومصر إن شاء الله بتنافس في الفترة الجاية بشكل كبير. طبعا أكيد مصر هتكون دايما بتفاجئنا، والقائمين على مهرجان العالمين ومدينة العالمين هيفاجئونا في الفترة الجاية بالمزيد والمزيد من التطور في هذه المدينة الساحرة. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد كارم الخبير السياحي. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل. طبعا كمان لاول مره انطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في مدينه العالمين خلال الشهر اللي جاي، ودي خطوه هامه جدا لتعزيز مكانه مصر في مجال الطيران والفضاء على المستوى الاقليمي والدولي. طب ده هذه طبعا يعني اضافه هائله جدا جدا، وحضرتك بتقول الشهر الجاي، يعني ده معناه ان الدوله بتستهدف ان هذه المدينه هتعمل على مدار العام، وان شاء الله الفعاليات هتفضل مستمره في هذه المدينه الساحره لانها تستحق ان هي تكون مقصد سياحي على مدار العام بكل الامكانيات اللي موجوده فيها، بكل التسهيلات وكل حاجه متوفره لاي نوع من انواع السياحه ان شاء الله هتكون موجوده معانا هنا في مدينه العالمين. بشكرك شكرا
شكرا جزيلا استاذ محمد كارم الخبير السياحي على وجودك معانا. وطبعا زي ما عودنا حضراتكم ان مهرجان العلمين دايما عنده مفاجآت، عنده فعاليات مستمره، مش بس الفعاليات اللي احنا اتكلمنا فيها مع حضراتكم النهارده هي اللي هتكون معانا، احنا عندنا كمان الاسبوع الجاي او الويك اند الجاي الحفله كبيره جدا اللي بينتظرها شباب كتير جدا، حفله كايروكي، ودي طبعا هتكون يوم الجمعه القادم باذن الله، ومتوقعه طبعا هتكون حفله كبيره وجمهور وحضور قوي جدا في الفتره اللي جايه ليها. وطبعا احنا مع حضراتكم يوم بيوم فعاليات ومفاجآت احنا بنتفاجئ فيها مع حضراتكم، هنتابعها مع حضراتكم يوميا. وزي ما قلت لكم مهرجان التذوق مستمر معانا حتى غدا، يمكن انا بكلم حضراتكم وسمع بدايه الموسيقى الخاصه بانطلاق المهرجان. زي ما قلت حضراتكم مهرجان كله بهجه، اكل وشرب وموسيقى ومفاجآت ووجود فنانين، يعني حاجه كده متكامله ان شاء الله. وطبعا تابعين كل يوم مع حضراتكم هذه التغطيه في برنامجنا العالم عالمين. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن متابعه هذه الحلقه، كنت معكم انا مروه المليجي، والى اللقاء.